اهلا وسهلا فيكم واهلا وسهلا في كل يلي عم بتابعونا ويلي دائما بيستنونا، يعطيكم الف عافيه. طبعا دائما بنطل عليكم على الساعه 2 مباشره على الهواء على قناتنا عمان تي في، واكيد طبعا على السوشيال ميديا عمان تي في كيتشن عمان تي في اوفيشال. واليوم بعد غياب تقريبا شيء اسبوع بدنا نقول لك عمره مقبوله. الله يخليكي والله. والله شكرا جزيلا، وكانت عمره الصراحه حلوه الحمد لله. ودعيت لكم كلكم كلكم، الله يتقبل يا رب، التيم زائد المشاهدين زائد كل الناس. عن جد هيك ضلتني احكي يا رب يعطي كل واحد الشيء اللي بباله. امين يا رب، وهيك دائما تكوني يعني زي ما بقولوا يعطيها لكل مشتهي، لانه بنعرف انه يعني الواحد بيكون متمني انه يزور طبعا صح مكه. صح طبعا أكيد. اليوم هانيه اكيد انت غبتي ورجعتي لنا وجاي بنشاطك، يعني نعم جاي بنشاط منيح هيك، وان شاء الله هيك محضرين كثير كثير اشياء كمان لرمضان ان شاء الله، الله يجيبه على خير ان شاء الله. شو عملتي لنا اليوم؟ اليوم عملت لكم دجاج مع ليمون والكريمه، يعني وصفه خفيفه لذيذه ما بدها وقت كثير، فسهل انكم تعملوها. الصوص تبعتها كريمه وليمون وريحان كثير كثير زاكي، بتتقدم مع رز وبتتقدم مع باستا. حلو. وعامله كمان ساندويتشز برجر بس دجاج، بس هم بالسكالوب، سكالوب الدجاج من حلو الوادي، اشي فروزن للام اللي بتشتغل اللي بدها اشي هيك سريع تعمله تحطه لاولادها بسرعه تعمل سفره. فاليوم رح يكون خيارنا الساندويتشات تبعون السكالوب. وعامله كمان حلو كتير زاكي بالفراوله والكاسترد والهيك، يعني اليوم الوصفات منوعه منوعه. نعم 100%. معناته طبعا مثل ما دائما بذكركم احنا بتقدروا تدردشوا معنا، تسالونا، تستفسروا اي شيء بدكم اياه مع الشيف هانيا من خلال التعليقات، وما تنسوا تشيروا الحلقه وترفعوها لعدد كبير من يلي بتابعنا عشان تقدروا تحضرونا باي وقت بدكم اياه، واكيد طبعا تطبقوا كل الوصفات. معناته هانيا حاسه انه اول شيء الدجاج مع الليمون. يلا يلا دجاج بالليمون والكريمه. رح تحتاجوا ل 500 جرام صدور الدجاج مسحب، بالاضافه لبرش ليمونه ولعصير ليمونه ولبودره الثوم ولمعلقتين كبار من العسل ولمعلقه كبيره كاسترد، عفوا ماسترد، بالاضافه لزيت زيتون وزعتر ناشف، زبده المراعي وكوب مرق الدجاج. ورح تحتاجوا كمان لكوب كريمة من المراعي ولربع كوب عصير ليمون وملح وفلفل أسود، بالإضافة إنه رح نقدمها مع رز كرم. تخربش تحطوا كاسترد، كان قصدي ماسترد انا، بس كاسترد وماسترد هو معك حق انك تخربش عشان في شيء كاسترد بالديزرت، يعني عادي عادي انها خربشت. طب هلا احنا رح نجيب صدور الدجاج مسحبه بهاي الطريقه خاليه من العظم، رح نعملها تقطيعتها شوي، هي اللي بتختلف. رح نعملهم ثلاثه مش باتر فلاي، ثلاث قطع لاني بدي اياهم يكونوا رقاق، فهي وحده مش تبعها زي الجيبة قصدك. ايوه مش زي الجيبة، لا ثلاثة رح يكونوا لانه بدنا نعملهم زي المربعات. تمارا هاي هيك، يعني شوفوا كم قطعة هي طلعت عنا، وهي هاي كمان، هاي هم بهاي الطريقة، هاي رح نقطعها هيك رح يصيروا عنا زي المربعات. هي هاي الهدف منها. ايش الفكرة؟ هي هيك بتنعمل عادة، يعني هي بإيطاليا هيك بيقدموها. تمارا بتكون زي زي السكالوب يعني، بس انه رفاع وصغار. فهي هيك هيك قسمناها، هي رح اقسم الثانيه عشان نعملهم النقعه تبعتهم اللي هي ببشر الليمون وبعصير الليمون. حلو. هاي وهي هاي. طبعا احنا هذا الصحن دائما بنروح بناكله، يعني واحيانا بحطوا لنا جنبه ماشت بوتيتو، احيانا فرنش فرايز. صح صح. سمتايمز بقول لك مثلا بدكم خضار سوتيه، يعني معروف كثير هذا. صح. واليوم بتخيل انه في تكنيك رح تفرجينا اياه هاني، لانه هو بيكون شوي ثقيل الصوص. ايوه بيكون ثقيل، هلا بتشوفيه كيف. دارت صح دروسي ما شاء والله الله. والله ما شاء الله عليك. والله قبل شوي عرفت شو الوصفات. حسستك انا بهذا الاسبوع يعني شو ضايمتي. لا لا عم يعني عم بعمل ابجريد لكل المعلومات، حتى الشيف خميس حكى لي هذيك المره. سمعتكم والله، صح شفت شيء على الحلقه وصح سمعت الشيف خميس، مدام قلت لك خلص معناها ابداع. طيب هلا رح نحط عليهم برش ليمون،
هاي رح أبرش عليهم هاي. عليهم نفسهم. عليهم نفسهم يعني غير اللي رح نحطه على الصوص رح أحط كمان عليهم هون. الصوت أظن عم بطلع بالمايكروفون صح؟ مش مشكلة. هاي هيك. هاي رح نتبلهم ببرش الليمون. هيك. هاي رح أحطهم هون أحسن. هاي هم. ونحط عليهم كمان تتبيلتهم كمان زاكي كتير تمارا لأنها فيها عسل فالعسل كتير بعطي طعمة طيبة. طب عسل مع الليمون كيف هانية بزبط النكهة؟ بزبط. هلأ إحنا كتير في أشياء عسل وليمون بتلاقيهم مع بعض فلا بتزبط تطلع زاكي. هاي بودرة ثوم كمان رح نحط وكمان رح نحط ملح هاي رشة صغيرة وفلفل أسود هاي وفي عليهم ماسترد كمان الماسترد العادي كأنه الماسترد العادي يعني هلا اذا في حدا بحب يحط ديجون بصير كمان بس انا رح احط العادي هيها هيك هيها ونحط العسل شوي هلا هي تتبيلتها شايفه قد غريبه التتبيله مش زي اللي بنعملهم دائما لا اوبس وزعتر اخضر زعتر اوريجانو وعصير ليمون وشويه زيت نقطه زيت اوكي اكيد هاي. رح نستخدم زيت كرم وبدي استغل الوقت وارجع اذكركم بكل منتجات كرم اليوم كمان رح يكون في معانا رز كرم ايش رح تستخدمي اي نوع البسمتي البسمتي واللي بدي اقول لكم اياه انه هلا بما انكم عم بتجهزوا طبعا اكيد لمونه شهر رمضان بحب كثير انكم تروحوا وتشوفوا باي مكان رح تلاقوا منتجات كرم وكمان رح بتلاقوها بالمؤسسه الاستهلاكيه المدنيه طبعا زي ما انتم شايفين يعني منتجات منوعه اردنيه محليه مش بس لانه احنا بنحب ندعم المحلي لانه كمان هم عملوها جودة. بجوده كثير عاليه فعلا صح. طب هلا احنا رح نحمي المقلاي اللي عندنا هلا اذا عندكم وقت اعملوها قبل بوقت عشان تتبل مزبوط ويصير لها مارينيشن يعني اذا قدرتوا تعملوها مثلا بالليل وتعملوها ثاني يوم تقلوهم بكون احسن واحسن بس اذا ما قدرتوا عادي يعني ممكن. كل ما نقعناهم اكثر كل ما كان احسن ايوه بس حتى لو عملناها مثلا اذا في حدا مستعجل بده يعملها هلا يعني بتعطي منيح الطعم بكون اخف شوي فهينا هيك هلا احنا تبلناهم طيب انا بس هيك. بدي اشوف هيك مجموعه هانية من يلي عم بتابعونا مصطفى بقول لك الله يعطيكي الف عافيه الله يعافيك طبخاتك ما في زيهم وام فاطمه كمان يوسف مساء الخير ويعطيكم الف عافيه عم بتابعكم من ليبيا وكمان علاء مساء النور ما شاء الله اليوم الشباب عندنا متفوقين طب يلا حلو والله حلو اخلاص المنصه تقول لك عمره مقبوله واكيد طبعا رجعتي بالسلامه وطبعا ام محمود بتقول لك كمان عمره مقبوله شكرا لكم جميعا هلا رح نقليهم بالزبده تمارا وطبعا زي ما انتم متعودين علينا زبده المراعي دائما لانها بتعطي طعمه طيبه وبتعطي هيك يعني فليفر زاكيه وبتعطي تحميره حلوه فرح نقليهم بالزبده يعني هي اصولها هاي الاكله هيك اكثر شيء زبده ممكن تحطوا لها شويه عصير ليمون مش كتير على نفس الزبدة؟ على نفس الزبدة يعني عشان يلا أوكي يلا هيهم هيك هلأ إحنا إذا حطينا زيت الزيتون تمارا بس عشان أنتوا بتعرفوا أن الزبدة ممكن أنها تنحرق عنا فزيت الزيتون بيعطيها كأنها تتحمل حرارة أكتر أوكي هذا هو يعني بنقدر نستخدمه بنقدر أكيد فهي رح نحطها هون ورح نقليهم تقلاية خفيفة وبعدين رح نعمل عليهم الصوص تبعتهم هلا عادة زي ما حكت تمارا يعني بالمطاعم دائما بتشوفوا بيقدموها مثلا مع بطاطا بيوريه مع خضار سوتيه بتكون هيك سالقينها مقلينها مع شوية زبدة ومع الكريمة تبعتها في ناس بتحب تقدمها مع رز كمان يعني اكيد في كثير من الستات الستات يعني انا بعرف الستات اللي بدهم مثلا شيء للاولاد وهيك بدهم كاربس كمان وهيك ما رح يكفيهم تبعت البطاطا المسلوقة فبيعملوا جنبها رز وممكن تتاكل مع رز لانه معاها كريمه هي اصلا فيعني انه بزبط طيب هي هيك احنا صيحنا الزبده بس بحب اقول لكل اللي بتابعونا ريحه التتبيله لانه فيها ليمون فحفحت على فكره والعسل يعني مش عارفه شم ريحه ليمون مع الليمون صح ما بنحط لها زنجبيل يعني ممكن حسستها زي الشاي تبع زنجبيل وليمون ما بعرف هيك حسيت انه بيلبق لها زنجبيل حسيتها زي تبع زنجبيل وليمون انا دائما بشربوا زنجبيل وليمون انت نسيتي كاستك تحت بس احب اقول لك لا لا تحت في الميك اب روم اوكي هلا ببعث بجيبها هلا ببعث بجيبها يعني بالذات هاي الكاسه واكد هاي كله ولا هاي الكاسه بعدين فضايح بصير مصايب اذا ما بتعطيني اليوم وتدلليني يا هانيه رح اكشف سر هاي الكاسه اسحك
اصحك قد اعذر من انذر. ايش رايكم؟ دليلها ولا لا؟ دليليني دليليني، جاي رمضان. والله انت حبيبتي دائما انا بدليلك انت، سواء في كاسه ولا ما في كاسه. وهلا جاي رمضان ان شاء الله، اكيد يا ربي هيك الله يعيده علينا ويهدي بالنا يا رب يا رب. كثير دعيت لأهل غزة الصراحة، صراحة يعني دعيت لهم. هم من هلأ بوضع جدا متعب، يعني أنا اليوم الصبح عم بطلع بقولي وبعدين يعني ما في إلا متفرج، ما في إلا مأساة، ما في إلا الناس بتركض بتقول لك عم ندور على صحيين يعني. صح صح، للأسف للأسف الشديد. فلا دائما يا رب هيك يعني الله يهدي بالنا عليهم قبل هال قبل رمضان يا رب هيك تهدى كلها هاي الحرب كلها توقف. آمين. طيب هلا احنا هيك رح نقليهم تقلاي لياخذوا عنا لون. هلا في عندكم خيارين، اما انه بتقلوهم زي ما انا عمالي بعمل، او انه بتحطوا عليهم زيت زيتون وبتحطوهم بالفرن. يعني بصير عندكم الشكلين. ما بنحط عليهم زبده وبالفرن، لازم زيت زيتون. لا زيت زيتون هي لانهم بنقلوا قلي. فهي هيك انا رح احطهم. يا الله الريحه رائعه. بس أنا كمان هم بدي أقول لعلا، عم تسألني بالنسبة تمارا إنه إذا بنقدر كمان نحط عليهم هيل، بتخيل بنطلع شوي من الطعمة. لا هيل بعيد الصراحة، لأنه الهيل أقرب صار على الأكل العربي أكثر. صح يعني ما أظن إنه بزبط. هي هيك أنتوا جربوها على هاي الطريقة رائعة الصراحة، كتير كتير زاكي. هلا أنا عملت لكم إياها اليوم بس مع الكريمة ومع الليمون والماسترد، بس فيكم طبعا تضيفوا لها بروكلي، ممكن تضيفوا لها شويه كوسه كمان مقطع، برضه بيطلع كثير زاكي. حلو. وبالاخر بس نحط لها الريحان بزبطوا كلهم مع بعض. فهي رح نقليهم هيك تقلاي ونطل على الرز. هي بده ياخذوا لون. بتخيل لازم نطلع بالفاصل مروتي صح؟ طيب رح نطلع معناته بأول فاصل. بتكوني هانية هيك شيكتي على الرزات وزبطت الدجاج وبنرجع للصوص. طبعاً رجعنا أكيد لكل الأشخاص اللي انضموا لنا هلأ مرة ثانية. عم نعمل اليوم وصفات زي ما أنتم شايفين مع هانية بالدجاج المسحب، عم نعمل اللي هو الدجاج بالكريمة والليمون. هلأ قلناهم وقالت هانية ممكن كمان تحطوهم بالفرن يعني زي ما أنتم بدكم. وهلأ بنشوف الصوص اللي بده يصير عليهم. هلأ أنا هيك زي ما يعني في جزء منهم هيهم هدول نحطوا بالفرن. شوفوا كيف لونهم حلو ومرتب. هلا هي الفكره بالنقعه تبعتهم، لما بنتقعوا تمارا بصيروا طرايا. هاي مثلا من اللي نحطه بالفرن. حلو. هيها نفس الشيء واخذ نفس التحميره. هلا رح ناخذهم عشان نعمل الصوص تبعتهم بالمقلاي. بنفس المقلايه. بنفس المقلاي رح نعمل عشان تاخذ نفس الطعمه. هاي هيك الدجاجات يا عيني وهيك طرايا بتحسيهم. طبعا بشهو. نوع الدجاج بيلعب دور طبعا. اكيد اكيد. هيهم هلا رح بس دقيقه اجيب المقلاي بس دقيقة منها. بس انا كنت بدي اخبري طبعا اللي عم بتابعونا هون كمان عندي سوسن. اهلا وسهلا فيك يا سوسن، شكرا كثير لك وام عادل مسائك ورد وفل وياسمين، والكل طبعا عم ببارك لك هانيا بالعمره. وكمان بدي احكي لمايا، اهلا وسهلا فيك مايا، بتقول انا عمري 12 سنه وبحب كثير الطبخ وبحضر الشيف هانيا. ومها يونس كمان بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك وشكرا اكيد لمتابعتك. سميح اهلا وسهلا عم بتابعنا من الاردن. والله ما اسكاهم عن جد اني اشتقت لهم للمتابعين عن جد. اشتقت لكم كثير 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 وشكرا لكم وعلى مباركتكم للعمره كمان. هلا رح ارجع احط هون زبده نظيفه اوكي، وبنفس المقلاي عشان تعطي نفس الطعمه عندي. رح نحط عنا الماسترد. ايوه رح انزله هو مع عصير الليمون. وبدنا ايش نحط عليهم؟ الكريمه. هاي ما بنحط عسل عليه؟ لا نقدر نقدر نحط. هلا بنحط شوي. هاي راح نحط عليهم كاسه الكريمه وممكن نحط كمان مرق الدجاج عشان يعطيها شويه طراوه. هي وصفه خفيفه لذيذه تمارا. حلو. راح نحط شوي من العسل. والله ما انا مفشلتك. ولا يروحوا سدى. ولا يروحوا سدى. وبودرة الثوم اكيد والزعتر الناشف هيهم لحد ما هيك كلياتهم يتسبكوا مع بعض. ورح نحط لهم هلا اذا بدنا تمارا، انت كنت عمالك بتحكي على القوام، اذا بدنا نعمل قوامهم سميك شوي ممكن ندوب معلقه طحين كبيره مع شويه مي بارده ونضيفها لهم. انا هلا رح احط لهم بديل المرق عشان يعطيها كمان تقل اكثر للطعمه ودسامه. اركها بهاي ودسامه.
انا حاسه بكفي ماسترد ولا نحط كمان هيك نقمه؟ حاسه حالي عم بطبخ بالبيت انا. ما هو خلص هيك الخلاصه هيها. بس ضل في عصير ليمون. الليمون وين راحوا الليمون؟ هيهم 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 يلا احط لك اياهم كلهم. اذا سمحتي. انا امبارح حطيت لخميس كل الكريمه وطلع كان بده 500 جرام. انت عادي بتحبي تحطي كل شيء. ما هو انتوا شو قدامك بتحبي تحطي. الفتوا نظري. هلا ابلش هي عادي تمارا هي ايدها. انا بحكي لكم انا لازم احكي لكم عن تمارا هي ايدها سخيه يعني فيها بركه. ايدها فيها بركه يعني تقول احط ملح تحط لكم كل الملح. مش في مثل بقول لك اكرم الطبخه بتكرمك. والله صح اكرم لكم الطبخه. مزبوط صح معك حق والله انت كريمه كريمه كريمه. هلا زي ما قلنا ممكن انه نخففها تكون كوب كريمه وكوب مرق دجاج. ممكن تكون كوب كريمه وكوب حليب. وممكن تكون عشان تعطيكم الطعم المزبوطه 2 كوب كريمه. حلو هاي رح ازود انا كريمه وكريمه طبعا. بس انا شايفه ما في داعي للطحين لانه ما شاء الله تقلت ثقيله. هي ثقيله لانها ما تنسي فيها العسل فيها الماسترد فيها الاشياء يعني اللي فيها بتسمكها. فهيها رح نعملها هيك. رح أضيف عليها إيش هلأ يا تمارا؟ الجيج. بس قبل الجيج إيش بدنا نحط عليها عشان هي بالليمون؟ حطينا عصير الليمون وحطينا الماسترد. برش ليمون. برافو الصراحة. مصدومة أنا الصراحة. أشكركم. أنا مصدومة جدا من تمارا معجبة. هل رح ننزل عليها برش الليمون عشانها زي ما حكينا هي الدجاج بالكريمة والليمون. فهيها هي بتبين انها ما عم تبرش هاي. بس طبعا بدكم تنتبهوا انه ما توصلوا لعند الجهه البيضاء منها. هيك جهزت. نعم هي رح نفتحها. بنخليها كثير تغلي مع الدجاجات ولا لا؟ مش كثير لانه الدجاج ما تنسي انه مستوي تمارا. فخلص مش رح يكون بدهم كثير. هي هيك هلا بتقدروا انكم تذوقوها تشوفوا كيف طعمه الليمون فيها. إذا بدها كمان زيادة فلفل أسود إذا بدها أي إشي. ورح ننزل عليهم الدجاج. ما بدنا ننسى كمان إنه إحنا متبلين الدجاج يعني. مزبوط صح. ملوحته منيحة بهاراته. صح كل شيء فيه مزبوط صح. هاي رح ننزل هلأ الدجاج عليهم. طيب هيك بتكون خلصت. ونقدر نطلع على الوصفة اللي بعدها. ألا وهي السندويشات السكالوب الدجاج. سندويشات الدجاج المقرمش رح تحتاج لخبز برجر من لوزين المراعي ولسكالوب الدجاج من الوادي لخس وشرائح بندورة وشرائح بصل ونص كوب مايونيز وبودرة الثوم ومعلقة من عصير الليمون ومعلقتين كبار ماسترد مخلل مقطع وشرائح جبنة التشيدر من المراعي. طبعاً اليوم زي ما أنتوا عم بتشوفوا شفاتنا بدأوا يتحيروا ويختاروا لنا من منتجات الوادي. زي ما أنتوا عم بتشوفوا اليوم اخترنا سكالوب الدجاج. سكالوب الدجاج هون يعني إشي شوي يعني إحنا منحبه ومنروح عشانه بالمطاعم، ولكن دائماً في إله زي ما بقولوا تكنيك يعني هو شوي بيختلف عن برجر الدجاج. فرح نحكي عنه أكتر لأنه اليوم عم نحكي عن في هيك فتفيت الخبز اللي مقرمش فيه. زاكي مزبوط صح. اليو له فن ممكن تشوه كمان، وبنفس الوقت اليوم زي ما بقولوا ايد واحده ما بتزقف. يعني اليوم اكيد هانا رح تعمل له اضافات كثير زاكيه. وما تنسوا انه كمان الخبز ضروري يكون إشي مميز، واليوم رح يكون عندنا الخبز من لوزين هيو هناك اللي هيو اللي هون. انا مكيفه على هيثم عم بياخذ لي شوتس حلوين. يعني هون كمان الخبز اللي انتم عم بتشوفوه من لوزين هانيا اختارت اليوم خبز البرجر اللي بيكون بالسمسم. ممكن يكون ساده كمان. مزبوط. هلا بالنسبه لسكالوب الدجاج هلا في عندكم كثير طرق. اما بتقلوه بمقلاي يعني بتحطوا زيت وبتقلوه، او انه ممكن تحطوه بصينيه زي ما انا هلا رح اعمل تحطوا تحتها زيت وتحطوه وترجع تحطوا شويه زيت على الوجه. بهاي الطريقه بتضمنوا انه يضل عندكم زاكي ومتماسك وكل شيء. اورجيكم بس كيف رح نعمله. هيهم بس نقيم الليمونة والأغراض. يلا
يلا رح نحط اكيد بالصينية عندنا زيت كرم، وممكن كمان على فكره تعملوها بالقلاية الهوائيه برضه بزبط. رح نحطه ونوزعه بالصينية اللي عندنا، بعدين رح ننزل عليهم سكالوب الدجاج اللي هو هذا. بتعرفي انا كتير بحبهم هدول الاكلات اللي بيكونوا هيك بجننوا، لانه بيوفروا وقت، لانه تمارا مش الكل عنده وقت يقعد يجيب السكالوب والدجاج ويعملوا سكالوب ويحضر، وهلا برمضان يعني بلاقي حلول لذيذه كمان للواحد بالبيت انه بيقدر خلاص. شوفوا يعني برمضان بنحب الطبخ لا صح شك، صح اكيد، بس نص رمضان الواحد ببلش يخف يتعب من العزايم ويخفف من انه يطبخ طبخ ثقيل، بيكون جعباله زي هيك اشياء خفيفه صح. بس احنا اكيد طبعا بنرطبها بالبندوره وبالخس واللل هلا رح نشوف الزنجر بالتورتيلا. يا ايه هاي وصفه عبد الله وهي وصفه البارح انا والسيد رافع. برافو عليكم والله. انا كل يوم بيجي بيقول لي ماما اقول لك اعمل لك ساندوتش بالتورتيا، قلت له ماما انت ايش مفكر حالك يعني زي المطعم، قال لي هذا بدال المطاعم، مش انت بتقولي لي ماشي باكل من المطاعم يعني انا عم بعمل لك بالبيت. طيب رح نحطهم بالفرن على حراره 200 تقريبا، بيعدوا لهم شيء يعني ثلث ساعه نص ساعه هيك. في عندنا فوج، في عندي فوج خالص هي رح نجيبه السخن من عندك. طبعه السخن يلا. يا الله يا الله وإيديكي. لازم نستغلك لازم طبعا. بس اقول لك شغله هون كمان بدي اشوف مجموعه من اللي عم بتابعونا. نورا اهلا وسهلا فيكي، بتقول منتجات الوادي فعلا لا غنى عنها بشهر رمضان المبارك. كمان ملك اهلا وسهلا حبيبتي، بتقول هانيه كمان عمره مقبوله وشكرا اكيد لك. وسميحه كمان حبيبه قلبي يعطيكي الف عافيه، وجدان دلال كلكم شكرا كثير اكيد لكل تعليقاتكم. بدي اورجيكم قد ايه بشهوا هدول، شوفوا عن جد يعني انا بحب والله فكره الفرن كتير كتير منيحه فكره ذكيه. وصراحه بتحطيهم وبتروحي بتعملي كم شغله لك شيء صح، وبتضلها هي هالكراست طلعي قد ايه متماسكه ومرتبه هاي هيك. رح نعمل هلا فيهم الساندوتشز واورجيكم كيف نقدر نلعب بالتتبيله تبعتها لتعطي طعمه كتير طيبه. يا سلام وهذا من بعده والله يعني جاهزة برمضان للمسلسلات. هلا كل السؤال اللي دائما بنتشر بهالايام، شو ناوية تحضري تمارا مسلسلات؟ اوكي ناوية تحضري مسلسلات هاي السنة؟ والله ما بعرف، دائما بقعد بحكي بس يعني بحس حالي لا بضيع برمضان. انا واحد بس بحضر برمضان لانه ما بيكون عندي غير يعني وقت لواحد. بعد رمضان ما شاء الله بكون اخذت الفيدباك من كل الناس، بختار الإشي اللي سمعت عنه انه حلو اللي سمعتي انه منيح. بضيعش الوقت. معك حق، معك حق الصراحة. والله أحلى مسلسل. إحنا محتاجين سواء إذا بدك لا إلها تفضل. خلص ممتاز ممتاز ممتاز. هلأ السندويشات تبعونا طبعا زي ما أنتوا عارفين ما بيكملوا إلا نحط لهم تشيز هيك تكون دايبة وبتشهي، فأنا اليوم مستعملة السلايسز التشيدر هايهم من المراعي، من المراعي اللي هم هدول كثير بحبهم الصراحه لانه طعمتهم طيبه. واسكى اسكى شيء انه بس طلعوهم من الثلاجه راسا، وبس طلعوا عفوا السكالوب من الفرن راسا حطوا عليهم التشيز لانها بتسيح عليهم. هلا رح نعملهم دبل اليوم. انت سمعتي علي عم بيوصي على اشياء وانا وصيت، انا قلت لك حط اللي بدك اياه بس بعدين عن المايونيز. مايونيز خلص اوكي هون ما يطلبوه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تيجوا هلا انتوا. طيب خلص منيح. هاي رح نحطها هيك عليهم لتبدا تدوب شوي، وهيك حتى حرارتها بتاخذها بسخونه ما هي. مزبوط. وهي الثانيه كمان يا بي ريحه التشيكن اللي مع الليمون بتشهي دجاج مع الليمون. يلا وهي هاي ورح نعملهم هلا الساندوتشز. افتح لك الخبز. والله اذا سمحتي تمام. يلا هيك عشان يعني شوفوا مثلا قبل الفطور اذا عملنا زي هيك افطار ليوم يعني بنص رمضان والله الواحد رح يبدا يزهق الصراحه. لا وبتعرفي بتشجع الاولاد يساعدوكي. لا وايام على السحور لاهم متقطعين. حبيبتي طبعا انه لزين. بتعرفي انا دائما عنده مشكله رافض بالتقطيع، ماما جيبي لي وقطعي لي، فهلا لا رح اجيب بس ما رح اقطع. خلص مقطع خالص. كم وحده بدك؟ بدنا شيء 4 3 4 5 6 7 20 20 للاسف الباكيت بس فيه 6. لا عنا باكيتين ثلاثة هلا بنعمل للكل ان شاء الله. وهي هاي رح نعملها دبل. اوكي ايش رايك علي؟ كله دبل رح ينعمل. خلص اوكي هم رح يكونوا دبل.
في بالفرن كمان. اي هيك. يلا يلا هلا شوفوا كيف بدنا نعملها. هلا رح نحط عنا هون في عندي مايونيز، عندي ماسترد. انت قلتي ما بدك مايونيز. انا لا ما بدي مايونيز. لا ماسترد مبلا تاخديه. طب يلا منيح ممتاز. هلا بحط أوكي. حرفه. هلا بنحط على كل وحده اللي لمين. يا سلام، في بصل وفي بندوره وفي خس وفي خس. صح، هي نحط هاي هون. نحط عليها الخس بالفاصل. بنكمل باقي السندويشات لا تقلقوا. ما تخافوا، رح نلحق والله. يا ريت تعرفوا زي هيك وصفات. عن جد الواحد بنبسط يعني، حتى لما يكون جاي ضيوف لاولادكم اعملوا لهم كل هذا السيت اب وهم يفوتوا يعملوا بدهم اياه. صح، واستشهدوا بعديها لما بدكم تشلوا. بتهلكوا. هلا انا رح اخلي هون عشان اللي بده يعمل اشياء بدون. بس هلا الخلطه الرئيسيه اللي انا بحبها مع الدجاج دائما هي المايونيز، الماسترد، وشوي من عصير الليمون. بنحط فيها ليمون. هيها، ما هو زاكي الليمون، زاكي كثير مع الدجاج. وكمان رح نحط عليها بودرة ثوم. وهدول رح نخلطهم وتكون هي البيس اللي عندي. هلا في ناس بتحبوا، في ناس مثلا بحبوا يحطوا كاتشب عليها تمارا. عادي ممكن. طبعا طبعا انتم بتعرفوا احنا كاتشبنا حصريا هون في مطبخ صحتين وهنا بيكون عبارة عن كاتشب. ايش يا هانيا؟ الكرم. كرم، ما عندنا اي اوبشن انه نفكر في غيره ابدا، لانه فعلا مميز وزاكي كثير. صح 100%. يلا هلا تعطيني نعمل السندويشات. يلا رح ناخذ هاي. هاي رح ناخذ هاي مثلا. اوكي مبينه معاكم؟ مبينه. هلا هيثم بتدخل جوا السندويشه. اوكي هاي رح نحط اول إشي من خلطه الماسترد اللي عملناها هيك، ورح نحط عليها الخس. وتفننوا بالخس يعني، هلا في كثير انواع خس صارت بالاردن، في الاحمر وفي الملون اللي بتحبوه. هيها ورح نحط عليهم البندوره، شرائح البندوره. هيك ورح نحط عليهم تنتين. انا اليوم بدي احط عليها تنتين، هي وحده اوكي وهي الثانيه. انا فكرت بنحط إشي بينهم. بلا رح نحط خسات. خسات يا سلام، يعني عليكي الابداع. الابداع تمارا، انا مو عارفتك الصراحه. وهيها هيك رح تيجي. الله، طلعوني بالفاصل لأنه خلص حيصيبني حالة إغماء. فاصل. يعني صراحة البرجرز ما فيني أقولكم قديش شكلهم وريحتهم بتشهي. ويعملنا كمان طبعا هون حسب كل حدا شو جاء عباله، بس عشان تكونوا عارفين انه هون للي بياكلوا كل شيء، هون للي عندهم تحسس، للي ما بيقدروا ياكلوا تنتين، يعني عملنا اليوم ما يطلبه المتابعون. نعم نعم. عملنا تنتين، هاي اللي بتكون فيها تنتين يعني، هاي زاكية. بس طلعوا ما احلى شكل الجبنه فيها، كيف هيك لا كمان جبنه المراعي ساحت. صح. وخبز اللزين يا الله صراحه بتشهي. طيب هاني انا بدي اياكي هلا تحطي لنا اياهم عشان نسكب الدجاج بالكريمه والليمون واطلع انا بالوصفه. رح احط لك اياهم هون هيثم. اوكي تيرارا، شو رايك؟ وهلا هنوشه لا نسكب الدجاج مع الليمون. هي بدها تسكب لنا اياه هون. وزي ما انتم شايفين حطينا معاه رز كرم عشان يكون كمان تقدمته معاه مشبعة كويسة، وجبة متكاملة. صح. وشوفوا هلا الجاج كيف بده. طبعا دقوها قبل شوي هيك الشباب عشان نشوف اذا بدها ملح بدها اشي. ما شاء الله سبكة. صح. يلا هلا رح نسكبهم. هاني احكي لنا ايش رح نعمل بالحلو احنا اليوم. الحلو رح يكون بالفراولة والكاسترد وبسكوت الشاي، يعني اشي هيك خفيف لذيذ. هيها انا قصدت مش كلهم، اغطيهم بالكريمة عشان يضل شكلهم مبين. صح. هاي هيك. يا سلام. نرتبوا الصحن. طيب معناته انا خليني اطلع باخر وصفة معنا لليوم اللي هي وصفة الحلو. مزبوط. يلا The
حلو الفراولة بالكاسترد رح تحتاجوا لباكيت بسكوت شاي بالإضافة للتر حليب من المراعي ولأربع ملاعق كبيرة كاسترد ولأربع ملاعق كبيرة من السكر ولباكيتين جيلو من الفراولة ولكوب مي باردة و250 جرام فراولة أو موز. الحلو اللي رح تعمل لنا اياه هانيا اذا بتتاملوا فيه شوي بتحسوه حلو متعودين عليه جيلو وكاسترد وهيك اشياء صح. بس هو عن جد بيطلع كثير زاكي وشكله كثير زاكي. بتحبي اجيب المخبزين جيبيها جيبيها يلا خليهم يشوفوها يلا يلا جيبيها ثواني بقى بدي تفرجيكم هلا النشاط. هلا هو هذا الحلو حلو قديم كنا نعمله زمان واحنا صغار بس ايام الواحد بحن للاشياء البسيطه اللي ما بدها تعقيد صح والاغراضها موجوده بالبيت. يعني هاي بسكوت الشاي كلياتنا عندنا بسكوت شاي يعني وسهل الواحد يجيبه. بودره الكاسترد كمان عاده بتكون موجوده بالبيت وجيلو يعني اخف من هيك ما في. بس مين الملك تبعها؟ هو الحليب لانه الحليب بتعرفوا انتم قد ايه هو غني بالكالسيوم فهو بيكون حلو كثير زاكي نقدمه لاولادنا. يعني منه بنكون اعطيناهم شيء فواكه مفيده زي الفراوله وممكن تنعمل كمان على فكره بالموز ومنه بنكون اعطيناهم كالسيوم حلو. فهي شغلتها بسيطه بس زاكيه كثير. هلا الحليب اللي عندنا رح ناخذ تقريبا لتر من الحليب رح انقص منه بس كاسه عشان اغط فيها البسكوت ورح احط الحليب عندي هون هيو. طبعا والحليب المراعي بتعرفوا كلياتكم انه في منه قليل الدسم وفي منه كامل الدسم وفي خالي الدسم. هاي تركت هون شوي. هلا تقريبا اذا حطينا بحدود الاربع كاسات من الحليب رح يكون بلزمنا اربع معالق من الكاسترد. حلو. يعني هيك العيار كل كاسه بدها تقريبا نشأ. لا الكاسترد اوكي هذا ايش اللي بايدك كاسترد كل كاسه من الحليب بدها معلقه من الكاسترد ومعلقه من السكر. فهي رح نحط هون عندي الكاسترد ورح احط عليها كمان السكر لانه الكاسترد ما بيكون حلو ورح نحركهم على النار لحد ما يغلوا. هذه رح تكون عندي طبقه الكاسترد. انا بغليهم انا بحركهم وانت بتغمسي لنا يلا اوكي والله التعاون حلو تمارا صارت متمرسه هلا. هاي هيك هيك اتفضلي ها هاي ليه بعتيني هيك اردفتيني عشان ماتت عشان خلص هيك تاخدي راحتك. ماشي لازم يغلي هانيا يعني اذا ممكن. طب اذا انا مش على بالي اعمله هذا بدي اعمل في كاسترد جاهز بالسوق؟ لا تمارا هاد بده شغل هيك هذا بس بده تحريك بس تحريك طاقه هاي طاقه اخ يا قلبي. طيب هلا رح نحط هون عندنا حليب عشان رح نستعمله هو لتغميس البسكوت. يعني رح نقيمهم. ذكرتيني باعياد الميلاد. كنا نعملها واحنا صغار هاي الاكل انا كثير كثير بتعرفي برمضان بتجنن بعد الفطور هيك مثلا طيبة. بارده صح. بعدين اللي حلو انه ما بدها مكونات معقده بس بدها تحريك كثير بس بدها تحريك. الله يسامحك يا هاني غبتي ورجعتي برضه بحركات التحريك برضه استغلال. طيب هاي رح نحط هلا هيك هلا انا بفضل انها تنحط ببايركس مربع او مستطيل لانه بتكون اسهل عليكم مع فرد البسكوت. البيضاوي يمكن بيضاوي بغلبكم يعني بزبط بس انه بغلبكم. فهي رح تنعمل هيك. هلا احنا كنا نعملها واحنا صغار تمارا احذري بايش بالموز. بيعملوها بالموز وكنا نحط الموز تحت ونحط عليه الجلو بس يجمد نعمل طبقه الكاسترد نحطها فوقهم وبعدين نبلبل البسكوت ونعملها ونخليها بالليل بالتلاجة وتاني يوم الصبح نقيمها ونقلبها قلب تطلع حلوة بيطلع هيك على وجهها برضو الموز. بس هلأ أنا اليوم أعطيتكم الطريقة الأسهل. هي بتكون كم طبقة من البسكوت؟ تنين لازم تكون تنين عشان هي رح تكون زي كأنها قاعدة كأنه كيك عندكم. فهي هم رح نحط هيك هي أول طبقة وهي الطبقة الثانية. قول يا الله هلا يا الله والله حزناني عليكي انا لا حط لك على 9 صح 9 يلا اوكي هيها هي كثير بسيطه وانا صايره بحب انا صايره بحب هاي الوصفات تمارا لانه كمان بقدر الواحد يشاركها مع افراد عيلته يعني ممكن يحكي لاولاده يعملوها معه او يستلموها زي ما ابني عبد الله هلا صاير عماله بخترع وصفات
انا ولا يمكن ادخلهم على المطبخ لانه يعني بيصير بعدين عندهم لازم اعلمهم فن وضع الصحون الوسخه بالمجلة بحطها بشكل هرم. فبفكر في 90 مليون صحن بطلع ولا هو بعرفش بيكونوا 4 5 بيطلعهم هيك طافحين لفوق وهم اصلا بيكونوا تنتين. الله يهديكم. هيك هلا هيك صارت جاهزه. هاتي اذا بدك احرك عنك انا شوي. هو لازم كانه يغلي. لازم يغلي لسه صح. طيب هيك. هلا ورح نعمل كمان الجلو. الجلو اللي رح نعمله رح نعمله يكون الباكيتين انا رح احط عليهم. يعني هذا القالب اخذ عنا باكيتين جلو زي ما حطيت لكم بالمقادير. ما بنعمله بنفس الكثافه اللي بنعملها دائما اللي هي كل باكيت له كاسه بارده وكاسه سخنه. لا رح نعمل الباكيتين نحط لهم بس 3 كاسات مي. رح يكونوا كاسه ونص سخنين عشان يدوب الجيلاتين منيح وكاسه ونص باردين. وبنغطس فيهم الفراوله وبعدين بنصبهم على وجههم. هاي هن انا اكمل بس تحريك هذا لحد ما يجمد شوي. بدك اضل حالك تعمل الجلو؟ لا اقول لك بالله تعطيني المي السخنه تمام. يلا هي المي السخنه. ايوه هلا رح نحط عليها تقريبا مقدار كوب. تحطي من هون تمام. قولي لي انت. ايوه خلص يسلموا ايديكي وايديك. ورح ندوبه. ايوه بس دوبي لنا اياهم ونستنى هون ليجمد عندي الحليب مع الكاسترد. طيب هانيا بتخيل احنا قديش ضايل لنا مروة؟ في لسه فاصل؟ تمام. لا خلصنا اظن صح؟ مفروض. احنا خلصنا يا جماعة. ايوه هيها تقريبا انه بدا يجمد. عم بجمد معاكي. وهي كمان انا هون حركته. للجلو. هي كان لازم تعرفين ايش بس بدي اياها تجمد اكثر. بتخيل انه هيك الامور صارت تمام. طيب معناته طيب. خلينا نطلع بالفاصل الاخير هانيا وبنرجع بنطبقها بيكون غلى معانا. خلص ان شاء الله. يلا طبعا احنا هلا رجعنا باخر جزء من الحلقه. الجلو صرنا عاملينه. كمان في عندكم هون الكاسترد صار اولموست جاهز غلا وتقل. فهلا شو رح نعمل هانيا؟ هلا بس رح نطبقهم على بعض. خلص طيب هانيا وانت عم تسكبي لنا هيك ارجعي ذكرينا من الحلو وطلوع شو رح نعملنا. طيب هلا اول شيء بدنا نزين الرز لو سمحتي عشان كثير طالع لونه ابيض صح. طب خليه يبهج جنب الباقي. خليه هيك بس نحط له عشان هيك يبين على جنب زي البكله يعني. ايوه زي البكله عشان يبين انه هو مع باقي الاكلات. اوكي طيب هاي اطبقها. يلا ولا نحكي له اكلات ايش بدكم؟ لا طبقيها واحكي لنا الاكلات. يلا هلا رح نحط هون عند عليهم الكاسترد للبسكوتات ورح نستنى شوي عليهم وبعدين رح نحط عليهم الجيلو اللي رح نحط عليه حبات الفراوله. احنا بشكل عام لازم نكون عم نستنى ليبرد. ليبرد نتذكر احنا شو عملنا اليوم. طيب. ورح نختم عليها. اوكي اليوم عملت لكم 3 وصفات لذيذين كثير. واحدة منهم اللي هي الدجاج مع الليمون والكريمه كثير طيبه مع برش الليمون والكريمه وهيك عصير الليمون والماسترد والعسل. عن جد طيبه بتتقدم مع رز. احنا اليوم قدمناها مع رز بسمتي من الكرم وممكن كمان تقدموها مع باستا. وعملنا كمان سندويشات بيشهوا اللي هم من سكالوب الدجاج من الوادي بطريقه هيك لذيذه. عملنا لهم دريسنج زاكيه وبتقدموا مع خس ومع خبز لوزين من المراعي. وكمان عملنا حلو الجلو مع الكاسترد والفواكه. يعطيكي الف عافيه هانيا. الله يعافيكي. ومره ثانيه عمره مقبوله ونورتينا اجين مره ثانيه بعمان تي في. واكيد لهون بتكون حلقتنا خلصت. نتمنى لكم بقيه نهار حلو وموفق. استنونا بكره بحلقه جديده. يلا باي باي. قصدي السبت.